استحواذ مرة تانية ويجري معلول حطها في مساحة وادي اللمسة يا جدع يا جدع حرام الضرب ده كتير بقول لك ألف مبروك فوز غالي النهاردة وإحرازك هدف فعال تعادل النهاردة وهزيمة النهاردة تعادل النهاردة وهزيمة النهاردة أنت بتقول إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بجود مكار ما تيجي ورا الفيل يا عسل بيجي يا بنت الجزمة شفتك يا حبشي الظلم ظلمات يا حبشي وزي ما قالوا سودة على ايه مغبر عالكاهين ما سبت واعرف مين الواد اللي قلبه جاحد اللي عمل فيه كده يوه ادي وقع يا باشا يا فلوسك حرام خلاص انا هتصرف اريد ان افرح باول تتويج في حياتي وانا طفل خلاص هنكسب عبد الله قول يا رب يا رب هيكسب جدا هيكون سعيد ازاي ان شاء الله هنجيبهم ان شاء الله ان شاء الله طيب وبعدين طبق الاصل العلقه اللي فاتت لا قلم زاد ولا قلم نقص انت مين مين انت القتله انت جاي تهزر هي ناقصها غور غور وزقنا انا وزقك انت زقك انت يا ريس انا هرد الصوره كبير رونالدو غابة مودريتش غابة كروس غابة الكثير وهنا بقى كرة القدم كرة القدم الخاسية كرة القدم يقل بقصد انت ايه حكايتك ايه حكايتك قول لي ايه حكايتك هل يفعلها رياض في الكرة البعيدة نوعا ما رياض يلعبها عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.